جاءني الطبيب وأعطاني بعض الدواء. قل لي يا حجاج، ماذا يفعل الإنسان كي يتقي وخز الشوك؟ وخز الشوك؟ وخز الشوك مؤلم، فما يفعل الرجل مثلا حتى يحمي قدميه الحافيتين؟ يرتدي نعلا يا مولاي. أحسنت، فإن أصاب العطب هذا النعل وصار باليا، يرتدي نعلا غيره، وأنت مني بمنزلة النعل من قدمي. نعلك؟ نعم، لكنك نعل مال، وصار لزاما علي أن أرتدي نعلا غيرك. أقسم بالله، ارتديتك كي أتقي وخز الشوك، فصرت تدوس الشوك والورد معا. ويحك، أرسل إليك رسولي فتقعد عن إجابتي، وأنا عبد الملك ابن مروان. وضيع أنت يا حجاج. أنا ضوع بنانك يا مولاي، ضوع بنانك، ادخرني إلى قتال أعدائك. سأبقيك هذه المرة، لكنها ستكون الأخيرة. أطال الله في عمرك يا مولاي، وقصر في عمرك يا شقي ثقيف.